بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أرحب بكم السادة في وكالة الغيمة، بارك الله فيكم على المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم في اجتماع اللجنة الفرعية في المنطقة الجنوبية. أنا اليوم حبيت أن ندير لهم زيارة ونوقف على اجتماعاتهم، وإن شاء الله عندي اجتماع مع الحكام في المنطقة بحكام المنطقة الجنوبية في المساء، وإن شاء الله نوقفوا على مشاكلهم ونحفزوهم، وإن شاء الله نكون سند للحكام بإذن الله في ليبيا بالكامل. يعني منذ استلامكم اللجنة، شن أبرز صعوبات واجهتكم الدولة السعودية؟ تدخلات الأندية، هم يحاولوا كيف يتدخلوا، احنا ما ناش سامحين لهم بالتدخل. الدوري احنا جينا في مرحلة الإياب، انت كيف ما تعلم مرحلة الإياب طبعا أصعب من مرحلة الذهاب، وأنا مانيش عارف الحكام كلهم، لكن حاليا الحمد لله عرفنا عنده جيل جيد جدا وممتاز، حكام ممتازين، حكام ماشيين، يبوا سند، يبوا دعم، يبوا وإن شاء الله ندعمهم نكونوا سند لهم، وإن شاء الله نرد هيبة التحكيم الليبي بإذن الله، بإذن الله يكون في أفضل حالاته. يعني الصعوبات التقنية هل حتم توفيرها قريبا؟ أي بإذن الله، عندنا شركة راعية، وبإذن الله جلسنا مع السيد رئيس الاتحاد والمكتب التنفيذي، وبحقيقة الحقيقة السيد رئيس الاتحاد أبدى استعداده لتوفير جميع الأجهزة يعني، وقال وأعطانا إحنا نراسل الدول ونجيبوا منهم عروض، وإن شاء الله في أسرع الوقت يكون عندنا بإذن الله الأجهزة، السماعات وما أدراك. لما تبقى الدوري الحالي هل أطقم كلها محلية أم في استعانة بالأطقم؟ لا بإذن الله كلها محلية، بإذن الله بإذن الله محلية، لحد الآن محلية. أنا من مستعد نجيب من أي دولة ما دام منهم ما ياخذوش مني، ياخذوا مني حكام ناخذ منهم، ما ياخذوش مني حكام مانيش مستعد ناخذ منهم، حكامي ممتازين، حكامي أنا عندي ثقة فيهم، حكام ممتازين جدا. وأنت عارف الدوري في مراحل الأخيرة وفي صعوبة، لكن حكام ممتازين بإذن الله. مع ضغط المباريات ممكن شاهد بعض الحكام يومين ثلاثة ويتنقلوا، هل في إمكانية في هذه الفترة أن يتم معالجة التنقل والإقامة، خصوصا مع صعوبة المباريات والتنقل مع حركة الطيران والسيارات الداخلية؟ السنة هذه الدوري بيتم كيف ما هو بإذن الله، لكن السنة الجاية إحنا إن شاء الله مدايرين فنادق بإذن الله، وحنزيد مكافأة الحكام بإذن الله، وحنوفر لهم جميع وسائل الراحة، وفي نفس الوقت حنوفر لهم كل شيء، وحنعاقبوا الحكم المخطئ، أي حكم يخطئ حنعاقبه. أنا مستعد نضيع عرق أندية يضيعون حكام في رعونة أو كذا. يعني لازم حتى الأندية حقها علينا أن احنا نحطوا لها حكم ممتاز، نحطوا لها حكم جيد، لأنها أندية دافعة وصارفة ومن حقها هذا يعني. وأي حكم ينجح نكرموه، أي حكم يفشل حنعاقبه، والعقوبات أعتقد أن تشوفوا فيها على صفحة اللجنة التحكيم العام.